اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وبرنامجنا عش في الصخر حلقه جديده وزي ما تعودنا نتقابل مع بعض البيت في كلمه الله ليكن مسكنك متينا وعشك موضوع في صخره اتكلمنا في الحلقات الاولى عن البيت في فكر الله في عشر حلقات ايه هو البيت في كلمه الله والجواز والارتباط لكن كمان اتكلمنا عن بيوت دخلها المسيح صنع فيها تغيير عشر بيوت في إنجيل لوقا جميلة كل بيت الرب صنع فيه تغيير حقيقي لو أنت محتاج للتغيير ده أطلب زيارة من المسيح وبدأنا كمان نتكلم عن وصايا كتابية للبيت للزوجين تكلمنا عن حضور الرب تكلمنا في حلقة ثانية عن عبادة الرب تكلمنا في حلقة ثالثة عن مخافة الرب الحلقة دي بنعمة الله هنتكلم فيها عن كلمة الرب ترى الكتاب يعلمنا ايه ودور الكلمه في البيت واحده من الايات الجميله اللي بحبها قوي اية موجوده في سفر هوشع اصحاح أربعة وعدد ستة اغلبنا حافظ التلت الاول من الايه ايه فيها ثلاث تتلات كل تلت فيه روعه غير عاديه التلت الاول بيقول كده هوشع أربعة ستة قد هلك شعبي من عدم المعرفه نقطه ده التلت الاول قد هلك شعبي من عدم المعرفة، ومرة تانية في اشعياء 5 13 يقول سبي يا شعبي لعدم المعرفة. ومرة ثالثة يقول في متى 22 29 تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، فعدم المعرفة بيجيب سبي بيجيب هلاك بيجيب ضلال. شعب ساب الكلمة وبعد عن الكلمة، الكلمة ما بقتش غالية على شعب ربنا. لكن كمان حاجة من الحاجات الخطيرة جدا في الآية دي يقول في التلت الثاني لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي لأنك رفضت كلمتي أرفضك من خدمة الرب يقول له رفضت معرفي معرفتي أرفضك حتى لا تكهن لي وكان الرب يقول اللي يرفض كلمتي أرفضه من خدمتي حد يقول ده أنا مدارس أحد الرب يقول اللي يخدمني يقعد مع الكلمه حد يقول ده انا تسبيح اللي يخدمني يقعد مع الكلمه والرب بيقول هنا اللي عايز يخدمني يقعد مع كلمتي واللي يرفض كلمتي ارفضه من خدمتي بس التلت التالت ده خطير جدا وده التلت اللي يخص البيت في الحقيقه يقول هنا ولانك نسيت شريعه الهك انسى انا ايضا بنيك تنسي وتنسى كلمتي انسى ولادك مش أنا اللي بقول كده، دي كلمة الله اللي بتقول كده لأنك نسيت شريعة إلهك، أنسى أنا أيضا بنيك. مع كثرة التعليم من حوالينا والآراء والنظريات هنشوف نظرات نظريات إلحادية ونظريات ليبرالية ونظريات كثيرة من حولنا. يا ترى إحنا أولادنا بنربيهم على الكلمة زي ما بولس قال لتيمساوس كده إنك وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك إلى الخلاص يا ترى أولادنا بنحرص أنه من البداية من بداية حياتهم يتعلموا كلمة الله ولا هل يا ترى الكلمة إحنا بقت متروكة في بيوتنا قصة فكاهية لها مغزى كبير وعميق رغم ان هي قصه بسيطه يحكوا زمان السيس راح يزور عيله واحد بيخدم هو ومراته عندهم ولد عشر سنين وبنوتة ست سنين وبعدين القسيس قبل ما يطلع الموبايل المقدس بقى والكتاب على الموبايل قال لهم عندكم كتاب نقرا مزمور ونصلي مع بعض قالوا طبعا عندنا كتاب هو يجري في ناحية ومدامه في ناحية والواد في ناحية والبنت في ناحية عشر دقايق وربنا ألهم المدام إن الكتاب واقع بين المكتب والحيطة طلعته بس عليه تراب كتير جابت مناديل كلينكس وقعدت تمسح في الكتاب وبعدين القسيس لقي الكتاب مقلبص كده تخين، فتح السوسته لقي نظارة في وسطه. فالأخت كانت طيبه قوي، قالت له بامانه يا بونا ايدك مليانه بركه، قدينا سنتين ندور على النضاره دي. طبعا يمكن تضحك وتقول يا معقوله؟ طب انا اسألك اخر مره قعدت مع الكتاب وتلزست بيه وكل يوم بتقعد مع كلمه الله. امتى؟ في آية جميلة في إشعياء 28 بتقول كده إلى الشريعة وإلى الشهادة وإن لم يقولوا مثل هذا القول ليس لهم فجر. مش هيجيب النور ويجيب الفجر ويجيب النهضة غير كلمة الله. كلمة الله دي هي اللي بتصنع التغيير في الشعوب وفي الكنايس وفي الحياة الشخصية. حقيقة رب مرة قال إشعياء كلام خطير جدا لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء. ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض يجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل الرب قال لشعياء هكذا كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إلي كلمة الله تنجح أن هي تصنع تغيير في الحياة كلمه الله تنجح ان هي تغير اعماقنا ودواخلنا، كلمه الله الغاليه الغاليه اللي يقول عنها في رساله العبرانيين كلمه الله حيه وفعاله وأمضة من كل سيف ذي حدين وخارقه. حلوه كلمه خارقه، كلمه الله بتعمل اختراقات الهيه جوه القلب خارقه الى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل ومميزه لافكار القلب ونياته، كلمه الله هي اللي تكشف اللي جوه القلب. كلمة الله عميقة عاملة زي السيف اللي يقول عنه سيف ذي حدين يخترق النفس والروح والمخاخ ويميز أفكار القلب ونياته يا ترى ارتبطنا بالكلمة شكله إيه هل يا ترى بيتنا الكتاب مفتوح فيه رب قال وهو بيقول الموعظة على الجبل بعد ما ختم الموعظة وقال أنه من يسمع أقوال هذه في متى 7 24 ويعمل بها من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل قد بنى بيته على الصخر إيه الصخر؟ الصخر هو الكلمة الكلمة الحق اللي يحرر نفوسنا الرب قال كده أنه كرجل بنى بيته على الصخر وبعدين يقول نزل المطر وجاءت الانهار وبعدين وهبت الرياح وبعدين يقول ثبت لانه مبني على الصخر. الصخر اللي هو الكلمه، الكلمه اللي تفرق في حياتنا وحياه ولادنا. في الحقيقه احلى من كلمه الله اللي تقوينا في وسط الازمه وتنقينا وسط الازمه، احنا مش هنلاقي زي كلمه الله. كلمه الله هي الاساس. الرب يسوع قال عن الكلمه انها الحق الحق ده هو شخص المسيح وكلمته الرب قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه بس مره ثانيه قال قدسهم في حقك كلامك هو حق كلامك هو حق المسيح وكلمته يغيروا الحياه ويغيروا القلب كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتوبيخ الرب يقدر النهاردة يخلينا نروح ناحية كلمته كلمته اللي بتكشف أعماقنا الرب قال للتلاميذ في يوحنا 15 وعدد ثلاثة أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به كلمة الله بتنقينا وبتحيينا كلمة الله حية وفعالة في الحقيقة كاتب المزمور من أحلى المزامير وأغلبنا مش بيقراه لأنه طويل مزمور 119 عن الكلمة يقول له كده هذه تعزيتي فأرض مزلتي قولك أحياني ومرة ثانية يقول له أذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظره كان حد بيسمعني يقول له يا رب افتح شهيتنا للكلمة مرة ثانية يا رب زمان كنا بنتلف حوالين الكلمة النهاردة يمكن بنتلف حوالين النت ووسائل التواصل جميل جميل وغريب قوي انه رغم ان كسرت وسائل التواصل لكن البيت بقي مفكك. مع انها تواصل بس تلاقي كل واحد قاعد في حته، مره حد قال نكته جميله قال لك الكهرباء قطعت فولد لانه لما الكهرباء تقطع الراوتر بتاع النت بيفصل فقال النت فصل فطلعت قعدت مع اهلي لقيتهم ناس طيبين قوي. مرات كتير بيكون كل واحد في حاله ماسك تليفونه وقاعدين كم مره بنتلف حوالين الكلمه يمكن تبص وتضحك تقول يا عم ما عادش الزمن ده ما عادش زمن ان احنا نقرا مزمور ونصلي بس كلمه الله النهارده هي اللي تسند البيت هي الاساس للبيت هي اللي تجيب النور للبيت بطرس الرسول قال في رسالته الثانيه الاصحاح الاول عدد 19 قال وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما لسراج منير في موضع مظلم، مش هينور الضلمه غير كلمه الله. مش هيجيب النهار غير كلمه الله. يقول تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما لسراج منير في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. كلمه الله الحيه الفعاله كلمة الله اللي تغير القلب وتغير الذهن كلمة الله اللي تخليني شبعان بحب المزمور الأول جدا جدا بيقول كده طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس طب ده لم يسلك وبعدين تدريجي لم يقف وبعدين يقول لم يجلس أصله لو سلك في منظر هيشده فاول ما يشده المنظر يقف يتفرج، ونوقف يجي حد يقول له تعبان ليه ما تتفضل تستريح، فبصوا التدريج يسلك يقف يجلس، طب مال ده بيعمل في حياته؟ قال لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون بقى. اللي بيلهج في الكلمه اللي بيقعد قدام كلمه الله ويكتر عليها وبيحبها وبيشبع بيها، فيكون كشجره مغروسه على مجاري المياه. التي تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح البيت اللي قريب من الكلمة دايما تلاقيه أخضر ورقه لا يزبل ثمره لا ينقطع وبعدين يقول وكل ما يصنعه ينجح كل ما يصنعه ينجح كل ما يصنعه ينجح انت محتاج بيتك ينجح تعال نرجع للكتاب والتعليم الكتابية تعالى نرجع لكلمه الله الاساس الكلمه الحيه. تعالى النهارده نقول للرب احنا بنحب كلمتك اللي تدينا نصره في الحرب. المسيح في التجربه على الجبل في مطة اربعه وله اربعه، رد في التجربه على الجبل في الثلاث تجارب يقول لابليس مكتوب. ابليس يقول له طب ما كمان مكتوب الرب يرد عليه يقول له مكتوب ايضا ثلاث تجارب الرب يسوع ماسك سيف الكلمه اللي في افس 6 يقول كده انه انه وسيف الروح الذي هو كلمه الله سيف اللي نحارب بيه العدو السيف اللي ندخل بيه الحرب كلمه الله المسيح اقتبس الثلاث ردود من سفر التثنيه والكلمه تجيب النصره في الحرب انت محتاج تنتصر ارجع افتح الكتاب مره ثانيه واشتهي انك تقعد قدام الكلمة وتشبع منها ورب يفتح لك كنزه الصالح ويخرج من هذا الكنز جددا وعتقاء لقلبك وقلبك انا بصلي لبيوتكم وفي اسم الرب يسوع ربنا يفتح شهيتنا الكلمة ويفتح شهيتنا الحق الايام اللي جاية وبيتنا يكون مبنى على الصخر كلمة الله استودعكم لنعمة المسيح بس النهارده وأنت بتصلي قول الرب اديني شهية للكلمة أرجع أفتح الكلمة مرة تاني وأبني بيتي على تعليمك وإلى اللقاء في حلقة جديدة من عش في الصخر الرب معكم